حسنا يا ثعلوب، هذه لوحة لن يعضك. هذا وشق، حيوان الوشق، يعيش في أعماق جبال أمريكا الشمالية. إنها حيوانات آكلة لحوم تتغذى على الأرانب وغيرها. كانت في جبال كندا. حسناً، لقد نجحت. ها؟ هل رأيت ما فعلته أنا؟ ألم يكن رائعاً؟ كوني، هذا طائري أصبته أنا. لا، بل إنه طائري أنا، وقد أصبته بهذه البندقية، ألم تلاحظ؟ انظر. فعلاً، يوجد هنا ثقبان رصاص. ماذا؟ معك حق. إذن فقد أصبتما نفس الطائر وبنفس الوقت. نعم يا مارغو، نادر ما يحدث هذا. هذا صحيح يا روز، فلا ترينه دائما. سوبرن يحرز تقدما جيدا كصياد. بالتأكيد هو يتقدم. كوني أستاذ جيد كما تعلمون. لكن أعلم أن الطعام والذخيرة نادران هنا في العراء، إطلاقنا على نفس الشيء معناه أننا هدرنا ذخيرتنا، أليس كذلك صديقي؟ هذا صحيح يا سيدي. كوني ومارغو وروز أخ وأختان، والداهم يقيمان في بلدة بيتر سنت على بعد 40 كيلومترا من الجنوب. جاء كوني مع أختيه إلى هنا لقطع الأشجار وبناء بيت لهم في غابة فانبونك. سوبرن قريبهم، وبما أنه من سكان المدينة فليس قويا مثلما يتوقع والداه، لذا أرسلاه إلى هنا ليعيش مع أقربائه الثلاثة ليصبح أقوى وأصلب. انهض يا سوبرن، هيا انهض انهض سوبرن، هيا. حسنا انهض. أين ستذهب اليوم؟ إلى البحيرة ثانية. أحضر سمكة معك. من الصعب جدا اصطياد سمكة، فأنا سأصعد الجبال اليوم. لا تنسى أخذ البندقية معك إذا ابتعدت كثيرا. ذهب كوني بعد الإفطار لقطع الأشجار. في أثناء ذلك انطلق سوبرن للاستكشاف. ها؟ إنه دب. لن أخاف أبدا، معي بندقية. أخبرني كوني بأنني سوف أكون صيادا ماهرا إن قتلت دبا. يسعدني أنني لم أصب. كانت المرة الأولى التي يواجه فيها سوبرن الوشق. في خريف السنة الماضية أصاب وباء الأرانب في المنطقة، وأصبحت قطط الوشق متوحشة ضارية لنفاد طعامها. وهذا الوشق لم يكن مستثنيا،
كانت له صغار يجب أن يرعاها وكلها تتضور جوعا. بدأ يأتي إلى كوخ الأولاد لاصطياد الدجاج حتى أثناء النهار، وعلى أي حال لم يعرف أحد عن هذا بعد. قطان صغيران، تعالا، إنهما جميلان جدا. يكفي، هذا يدغدغ. وفي أحد الأيام أصيب كوني بحمى شديدة. فعل الأطفال ما بوسعهم، لكن ساءت حال كوني بعد 10 أيام. أظن أنني سأموت. لا، يجب علي أن أذهب إلى البيت. لدي قوة كافية لقيادة العربة. إن لم أستطع الاستمرار فسوف أستلقي في العربة فيقودني الحصان إلى البيت. إذا ذهب كوني فكيف أستطيع تحمل المسؤولية؟ يجب أن أفعل شيئا حيال ذلك. أنا رجل، رجل. أمي سترعاني بشكل أفضل. إذا نفذ الطعام قبل عودتي اذهبوا بالقارب إلى كوخ إيراد. وبعد 4 أيام انتهى حال الثلاثة الباقين بإصابتهم بنفس المرض. سوبيرن أصيب أيضا بضعف شديد، لكنه تمكن من النهوض وإعداد شيء للبنتين. ها؟ معقول؟ لقد اختفى اللحم كله، لا أصدق ذلك، لقد وضعته هنا بالأمس. لكن ماذا بوسعي أن أفعل الآن؟ لا بأس. بقيت 5 رصاصات فقط. ظننت أنها 5 دجاجات. عيناي متعبتان بسبب الحمى، آسف. الدجاجات أنقذت الصغار، لكن هناك من سرق الدجاج الباقي قبل أن يأكلوه. زادت حدة المرض على الصغار بتلك الليلة. إنني لا أصدق أبدا. إن هذا مستحيل. ها
هذا حلم؟ نعم، أحلم بوجود نمر بجانب سريري في هذا البيت. لا يستطيع هذا الحيوان الدخول ثانية. كان الأطفال يشعرون بالبرد الشديد حتى في وقت الظهيرة، ولم يكن من شيء يدفئهم حتى نار الموقد لم تنفع، والحمى اللاذعة هاجمتهم ليليا. إنه الأسبوع الرابع لإصابتهم بالحمى. إذا نفذ الطعام قبل عودتي اذهبوا بالقارب إلى كوخ إيرادو. لكن من يستطيع أن يجدف بالقارب؟ مارغو تفضلي. شكرا لك سوبر. ابتهجي ولا تحزني يا روز. كان الأطفال الثلاثة يرددون نفس الكلمات بداخلهم: يا رب أعد كوني بسرعة. وقت. سددت الفتح لكنه دخل ثانية. ما الأمر سوبرن؟ ما هذا الحيوان وكيف دخل إلى هنا؟ أنا لم أرد لكم القلق فلم أخبركما عنه. يبدو أنه استطاع أن يسرق طعامنا كله ولا أعرف كيف نجح بذلك. سرق الطعام؟ ما هذا الحيوان؟ إنه حيوان كبير جدا، لكن الظلام حال دون معرفتي لنوعه أو شكله. أكل عظام الدجاج طعامنا الأخير ولم يبق لنا شيئا من المخزون. ماذا قلت؟ لم يبق لدينا شيء؟ لا شيء لنأكله يا روز. لماذا لم تعد إلينا حتى الآن يا كوني؟ لعله يظن أننا ذهبنا بالقرب للسيد إيرادو، لذا فهو مطمئن البال علينا. مارغو، روز اسمعاني، أليس الوقت مبكرا على الاستسلام؟ غدا سأذهب لإحضار شيء نأكله. هيا يا روز يجب أن تنامي. ها؟ توت بري. اعتقد الصبي بأن الحيوان سيأتي إلى هنا الليلة أيضا، وبما أن الذخيرة نفذت منه فهو يعد الرماح والشموع وعيدان الثقاب بجانب سريره. الحيوان الذي سرق كل طعامنا من قبل. نعم. الوشق الذي رأيته سابقا. لم يبق طعام في الكوخ الآن. توقع سوبرن أن يقاتل الوشق أو يؤكلون أحياء. يا رب امنحني القوة يا رب. Mm-hmm.
حياة أو موت. كل انتظرني. انكسرت. سوبر، سوبر، هل أنت بخير يا سوبر؟ أين ذهب؟ أين ذهب؟ أين هو؟ الحال جيد الآن، لقد خرج من تلك الفتحة. لقد فعلتها يا سوبر وهزمته. هزمته. سوبر، ماذا تفعل؟ استيقظ سوبر، سوبر. وبعد قليل غط الأطفال جميعا في النوم. هاي روز، مارجو، سوبر، كيف حالكم جميعا؟ انظروا، عد. غريب، لا أحد هنا. ربما وقع لهم شيء. هاي، ماذا دهاكم جميعا؟ ها؟ ما الذي جرى بهذا المكان؟ روز، 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 وأنت مارجو، سوبرن، ما بك يا سوبرن؟ هيا استيقظ. كوني، سوبرن، ما الذي جرى هنا؟ أصبنا بالحمى ولم يبقى شيء نأكله. ولكنني قد ظننتكم مع السيد إيرادو. لم يتوفر لنا وقت، جاء الوشق وسرق طعامنا كله. ولكن هل قتلته ودفعت عن الفتاتين؟ نعم، واستطعت إبعاده. أنت رائع وشجاع. كوني، أنا سعيدة جدا بعودتك. كوني، أنا آسف لتأخري، لكن الحالة جيد الآن. حسنا، لقد أحضرت لكم طعاما شهيا ودواء شافيا لهذه الحمى. هذا جيد. بعد أيام شفي الجميع من الحمى. هي ساقع. وجدتها، هذه مناسبة. أخيرا انتهيت. جيد. شاهد سوبرن جيفة الوشق ومعها صغيران ميتان، وكان رأس الرمح عالقا في خاصرته. لقد أشفق كثيرا على الوشق. بعد قليل أدرك بأنه كان مضطرا لقتاله حتى ينقذ نفسه. لقد كان درسا هاما قد تعلمه عن كيفية التأقلم مع الحياة البرية وبيئتها، وأن عليه أن يدافع عن حياته ونفسه ولا يرضخ للهزيمة والاستسلام.